جيت شاركت في مهرجان 48 ساعة تصوير. في الحقيقة كنت في الأول يعني خايف شوي، لأنه 48 ساعة باش تخرج بفكرة بتاع فيلم صعبة شوي، لكن شوي بشوية مع جيت إني باش نتعلم في تكنيك الصوت. في الأول تكنيك الصوت ماهيش حاجة يعني كبيرة، كنت حاجة نراها بسيطة يعني بسيطة جدا، لكن بشوي بشوي شفنا الماتيريالز وشفنا هيك قلت يعني حاجة صعبة شوي معقدة في ماتيريالز في البوم في تكنيكس يعني قويين برشا لازم أنت تستعملهم. من بعد لما رحنا لتصوير الفيلم كان صعب يعني تتعدى من مرحلة اللي هي نظرية لمرحلة التطبيق، هي يعني مرحلة صعبة شوي، لكن في الأخير لقيت إني أجدت نوعا ما هل التكنيك، ولو أنه في فترة وجيزة كانت يعني حاجة إيجابية برشا بالنسبة لي. يعني إن شاء الله كيش نرجع لتونس بالطبيعة باش نحاول ننمي المهارات هذه، مش باش نقف على حد معناها تسجيل الصوت، لكن باش نحاول نتعلم خاصة الميكساج وهيك معناها الأشياء هذه، نحاول يعني نطور نفسي بشوي بشوية، وهذا الهدف معناها متاعي بالطبيعة باش تكون فما تعاون مع التونسيين الآخرين اللي كسبوا مهارات أخرى في الإخراج في ميادين أخرى، وإن شاء الله بقدرة ربي نعملوا يعني مشاريع أخرى يمكن هي اللي تكون معناها فيديوهات تمثل ممكن واقع أكثر واقع التونسي في من ناحية الوصم والتمييز وفي عدد المجالات الأخرى إن شاء الله.